فتح من ناحية السعدية إلى مدينة خانقين جراء استمرار الاشتباكات المسلحة بين القوات الأمنية وإرهابي داعش والقصف العشوائي للجيش، جددت مطالبتها بنشر قوات بيشمركة كردستان في مناطقها لتوفير الأمن وتعزيز الاستقرار فيها. وأشارت إلى أن مئات العوائل نزحت إلى مدينة خانقين ومدن إقليم كردستان الأخرى بسبب ما تشهده الناحية من تدهور أمني، معربة في الوقت ذاته عن استيائها من التصرفات التي تمارسها قوات الجيش مع أهل الناحية. وأشادت تلك العوائل بجهود ودعم مركز تنظيمة خانقين للاتحاد الوطني الكردستاني من خلال إقامة مخيم لها وتوزيع المساعدات وتوفير مستلزماتها اليومية، فضلا عن الإشادة بجهود قوات الأسايش والشرطة في خانقين بتوفير الحماية لها. مع اشتداد الصراع ما بين مسلحي داعش وقوات الجيش العراقي في ناحية السعدية، توجهت المئات من العوائل النازحة باتجاه مدينة خانقين ناشدة الأمن والأمان ومستاءة في الوقت نفسه من تصرفات الجيش العراقي في تعاملها معهم، مطالبين بإرسال قوات البيشمركة للمنطقة للحفاظ على أمنها. جينا منك القصف قام علينا بالليل، الهوانات تضرب وبالليل انهزمنا، عبرنا عن نفط خانة هيك انهزمنا، جينا ماشي من قرية صالح الحبيب للنفط خانة. الساعة بثلاثة بدأ القصف من جميع الجهات، ما ندري منين ما ندري، بس عبالك مطر يمطر علينا. طيحنا بيوتنا عوايننا والطيارة جت فوقنا تقصف، ماكو مطران هيجي فوق القرية والمدافع تضرب حوالينا. والله تهجرني من منطقة من عشيرة بنواسي، دزلنا ميليشيات ما نعرف شن هي تضرب علينا عشوائي، قاعد هوانات فوق بيوتنا، اتجهنا إلى منطقة كردستان ونشكرهم ونشكر بدورهم وقدروني وفتحونا بيوتهم وساعدوني ونشكرهم شكر كامل ونشكر ونندعي الجلال الطلبان بالشفاء العاجل. عيني والله نشكر كردستان على هالمبادرة وساعدونا بالأكل والله من السعدية من القارة قرية ربيعة ما غصروا وساعدونا ومكانات وضيفونا. أنا أرملة والله وعندي 8 نفرات كلهم قاصرين وصار القصف علينا وتهجرنا انهزمنا على كردستان واستقبلونا استقبال الله يوفقهم وانطونا مساعدات وانهزمنا احنا من القصف العشوائي ومن جيش السواد. والسواد طوقوا المنطقة البارحة قصف على العوائل ونريد نطلع من شو اسمه ما يخلونا، طفوا الكهرباء ضربوا الكهرباء قاذفة وطفوها علينا وخلوا العوائل التعايط بالليل، ما نعرف البيت اللي يطبون بيه شك واحد يطلعونه الزمة برا ياخذونه يعتقلونه وياخذونه ويهينون النسوان ونهزمنا بعوائلنا وجينا واليوم الحاسة لحد هسه مستقر الاسوات هناك. نتمنى حكومة كردستان حكومة خانقين تلزم السعدية والبيشمركة، لأن احنا نريد هذا الأمان ونريد هذا الشيء. وكما هو معتاد على الاتحاد الوطني الكردستاني وإدارة خانقين بأن تأخذ دورها الأبوي لإدارة شؤون كافة المكونات والطوائف على حد سواء، حيث بادر الاتحاد الوطني الكردستاني بوضع كامب للنازحين وتوزيع الخيم والمساعدات بالتنسيق مع المنظمات العاملة في المنطقة لتقديم الدعم والمساعدة لتلك العوائل النازحة من ناحية السعدية. ونحن شكلنا لجان، عدة لجان من إدارة خانقين ومن منظمات المجتمع المدني لاستقبال هذه العوائل، وطالبنا من قوات الآسايش وقوات الشرطة بأن لحماية هؤلاء، والآن ليلا ونهارا هؤلاء موجودين لحماية أهلنا أهل السعدية، ونحن من الآن وإلى انتهاء هذا الوضع الأمني نحن بخدمتهم. بتشكيل كامب مكون من 300 إلى 350 عائلة جالسين بهذا الكامب، طلبنا من كل المنظمات الموجودين بكردستان وبخارج كردستان بمد يد المساعدة إليهم من ناحية المواد الغذائية، من ناحية التجهيزات اللي يوفر لهم، من ناحية البطانيات، من ناحية المدفئات النفط وإلى آخره. احنا نشكر
ملبند خانقين بمساعدتي ويانا بهال الكامب ومع الآسايش اللي قاموا باحتفاظ المنطقة بحضورهم ويانا. أتينا لزيارتهم لنرى من قريب كيفية احتياجاتهم ومدى احتياجاتهم حتى نلبي هذه الاحتياجات من حيث الكراسي المدولبة والعكازات وحفاظات وكراسي تواليت. إن شاء الله راح نزور المخيم وأي احتياجات من عندهم إحنا راح نوفر لهم وراح نجيهم باستمرار. بعد توقف مؤقت التهجير القصري في بعض مدن العراق عادت هذه العملية الممنهجة في ناحية السعدية والتي كانت نتيجة مباشرة للصراعات السياسية على الأرض الذي تتم ترجمته بعمليات عنف وتهجير قصري. لفضائية كركوك من خانقين عباس الأركوازي.